إن أعجبك الفيديو لا تنسى أن تسجل إعجابك والاشتراك في القناة. بس أنا مش هي دي اللي تهمني. إيه اللي يا فندم؟ أنا يهمني إيه يا أستاذ؟ أي فندم؟ الحادث ده دعونا منه إنه انتحار أو جنائي. أو جنائي. لو انتحار هيبقى إيه؟ هيبقى هو اللي قتل أولاده. هيبقى قاعد ينشن على كل واحد يعني وقفهم كده وطاخ طاخ طاخ طاخ. لا هقول لحضرتك المكان الأماكن بالظبط. هنا. عشان حضرتك لا. أماكن كمان الأسرة عشان حاجة تتخيل المكان. البيت أيوة في الصالة الست قاعدة على مراته قاعدة على الكنبة بتاعتها ومعها الأيباد صح. ده رقم واحد صح. دي الزوجة. اتنين من الولاد في أوضة النوم. أيوة. حد على الأرض وحد على السرير. تمام. واحد تالت من الولاد في المطبخ. حلو. الأب على سريره. جميل. ومخد على وشه. أيوة. لما اجي هنا بقى أنا هو هنا هو ده هو المسرح. هو بقى هيجي هو الفاعل. أيوة. اللي هيقتل زي ما بيقال او زي ما قيل. آه. هيروح يقتل اولاده. هو مسدس صامت يعني ضرب مراته على الكنبه اللي في المطبخ ما سمعش ما جريش الهلع بتاعه اللي التاني اللي في الاوضه اللي على الارض واللي على اللي مش عارف على السرير ولا ايه. ازاي هيلاحق ده كله وفي مكان واحد ازاي؟ كلهم ضربات في الرأس. كلها ازاي؟ ضربتين في الرأس. هيبقى الولد جري لما ضرب الام الزوجه في الاول. الولد جري هيجي في ظهره. هتجي في رجله. وده في كتفه وده هنا. يا جماعه برضه لكن دي استحاله ان يكون هو قتلهم ثم انتحر. انا دي قولا واحدا كرجل بحث جنائي اشتغلت قضايا زي كده. وكخبره امنيه استحاله. ومن خلال مسرح الجريمه بالظبط كده. ومن خلال مسرح الجريمه. واللي حضرتك بتقوله. واللي واضح لغايه دلوقتي انه كده ان الاصابات هي كده. لان دي مش محتاجه معلومات ولا تاويل. ده خلاص واحد واحد يساوي اتنين. دي استحاله يا استاذ احمد. نتصورها بالعقل كده. هو ضرب وانتحر. طيب يعني ضرب ازاي كده كده في المطبخ وعلى الارض والتاني. هيقول له تعالى يا ولا اديني وشك. ويروح ضارب طلق. استحاله. وانه مفيش مقاومه. مقاومه يعني. ومش واحد بقى كمان. اذا الحادث هنا جنائي. حادث جنائي. تحليل حضرتك للمسرح كده ده حسب ده كده تحليل جنائي. جنائي. حادث جنائي مش انتحار.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى أن تسجل إعجابك والاشتراك في القناة.